أول مغامرة بحياتي كانت بالألفين وتسعة، قبل حوالي 9 سنين. قررت أتسلق واحدة من قمم جبال الألب في النمسا. وقتها ما كانش عندي ولا أي خبرة بتسلق الجبال والمسارات في الطبيعة، كنت بعدني بالبداية. اللي صار إني ضيعت المسار، ما كانش ولا أي حد يساعدني، ما كنتش ماخذ معي لا خيمة ولا أكل ولا مي، وانجبرت أنام ليلة كاملة بالطبيعة. كانت واحدة من أصعب ليالي حياتي. وانا صغيري كل كمل المشوار للآخر، توقفش بالنص، بالذات لما يكون الاشي اللي بلشت فيه بتحبه. فقررت اني اكمل، ما يأسش، لان هذا الاشي بحبه وراح ضلني مكمل فيه ان شاء الله. صار اني ضيعت المسار. بشير شو بتعمل؟ ها؟ شو بتعمل؟ ركب فيه صرصور بهز فيها راحته. لا كمل ما يفوت. يلا